كيف تنظر لمستقبل العراق في ظل هذه الصورة الضبابية الموجودة، وفي ظل 6 أشهر وعجز عن تشكيل حكومة؟ أمريكا تدعم طرف، إيران لها مصالح، العرب كحكومات ليس لهم وجود، وكأن العراق ليس عربيا. للأسف العرب غائبون عن العراق، وإذا حضروا فحضورهم كغيبتهم، وهم أبناء الوقت الذي هم فيه. العرب للأسف تركوا العراق، والعراق الآن اللاعبان الرئيسيان فيه أمريكا وإيران، فهما اللذان يفصلان الثوب للعراق ليلبسه الساسة ولتكون من خلاله الحكومة أو شكل الحكومة القادمة. العرب للأسف، أكرر للمرة الثانية، للأسف الشديد لم يعلموا الأخطار التي تهددهم، ولا سيما إذا جاء المالكي. بالذات إذا جاء المالكي فإن العرب بين بين، إما أن يؤيدوا المالكي، وبين أن يقوم المالكي ضدهم بوسائله المعروفة التي استخدمها مع بعض الدول العربية من اتهامات وتهديد ومقاطعات وما إلى ذلك. لذلك أقول المالكي سيكون شرا على العرب وعلى الجوار كله، لأن المالكي لا يصدق في مواعيده، فهو إذا قوي يعطي ظهره، وإذا احتاج مد يده للآخرين.